لذلك الإمام علي عليه السلام لما توفي رسول الله حصل ما حصل في سخيفة بني ساعدة، وجاء أبو سفيان يعير الإمام علي ويقول له: ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، ذاك مربوط على الخسف برمته، وذاك يشج فلا يرثي له أحد. لو شئت، يقول الإمام عليه السلام، لملأتها عليهم خيلا ورجلا. قال له اسكت. شوف الإمام علي، قال له أنا معاك يا علي بن الحسن، على مين بتقلب؟ قاعد وقلب على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. قال هذول أخذوا أنا معاك، إحنا أقرب. شو مين هذا من بني تيم هذا وبني عدي هذا أو عبيدة الجراح؟ أنا معاك، لأن شئت لأملأنها أو ملأته عليهم خيلا ورجلا، ونخذها منهم من غصب عنهم. قال له اسكت يا أبا. شوف علي، علي الحق، بده الحق، اسكت. وعارفه لا يريد الحق بهذا، يريد تمزيق الأمة وتفجير الأرض الإسلامية. اسكت فلا طالما بغيت الإسلام وأهله شرا. قال جاي تغضني عن نفسي أنت؟ أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، علي يعشق الحق، علي هو الحق شيء واحد، والنبي قال هذا، علي مع الحق يدور حيث دار، ما في كلام. أنا أقول لكم هذا من خلال تجربة البسيطة الشخصية. على فكرة أنت من خلال تجاربك تستطيع أن تفهم ما لا يفهم بالكتب كذا، وتفهمه على قد ما عندك، على قد طوقك. يعني الآن مثلا يتألبون علي إلى آخره، لا يمكن يخطر على بالي مثلا أنني أنتحل عقيدة أو أتخذ موقفا لا أؤمن به كيادا له، مستحيل، أبدا أبدا لا أفعل هذا أبدا، وأخسر كل شيء. ما فعل الشيك، ما قدرش أضحي بالحق الذي أعتمده من أجل أن أكيدهم، ما عملهاش، وعلي ما يعملهاش. لك لا بدي خلافة ولا بدي نصرة منك يا أبو سفيان، بس أنت إيه، لا تريد الحق، أنت مبطل. ولطالما بغيت الإسلام وأهله شرا. اليوم صرت الناصح الأمين يا أبو سفيان. قال له علي شو حليب، شيء عجيب الرجل هذا. اليوم لا، بعض الناس مستعد يحط إيده في الشيوعيين، في الملاحدة، في أعداء الأمة من أجل الكياد لك كمسلم. عجيب، مش معقول. هذا علي. المهم، فعرفه بذلك الرسول والمسلمون، وميز له المؤلف قلوبهم. نعم، فقبله وولده على علم منه. النبي عارف من هو معاوية ومن أبو سفيان. فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا قوله: والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية، طبعا في كلام فيه نظر. ومنه قول الرسول عليه السلام: وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به، لعن الله القائد والراكب والسائق. ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد مناف. من هذا أبو سفيان؟ من قول أبي سفيان: يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار. قال لهم: لا وحي نزل ولا أي أمر أتى، وهذا كفر صراح يلحق به اللعنة من الله، كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخره. ومنه ما يرون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: ها هنا ذببنا محمدا وأصحابه. الله أكبر، ذببنا محمدا وأصحابه. ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فهجم لها: فما رؤيا ضاحكا بعدها، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فذكروا أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره، أي نزو القردة. ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص لحكايته إياه. إيش لحكايته إياه؟ الحكم حكى النبي. إيش حكى النبي؟ قلده في مشيته، التفت النبي رآه يمشي كما يمشي النبي، النبي كان يمشي كأنما يتقلع فهو يمشي زيه، فالنبي يقول له: كن كذلك. فظل يختلي في مشيته إلى أن لقي الله لعنة الله على البعيد. ولذلك الحسن الثابت قال له: إن المخلج أباك. قال له: فرمي به، إن ترمي به ترمي مخلجا ملعونا. قال له: المخلج أبوك يا مروان ابن الحكم. مروان عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاصي، صح عنه عليه السلام أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا أوليائي، إن أوليائي إلى آخره. من هم بالذات؟ قال العاص هؤلاء، ابن أبي العاص هذا الحكم لحكايته إياه. وألحقه الله بدعوة رسوله آية باقية، جابها حين رآه يتخلج فقاله: كن كما أنت. فبقي على ذلك سائر عمره يتخلج اللعين.
إلى ما كان من مروان في افتتاحه. أول فتنة كانت في الإسلام مروان، هو سبب الفتنة على سيدنا عثمان، هو الذي قضى عليه، مروان الخبيث هذا، وهو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين، قتله وقال خلاص لا أطلب اليوم بدم عثمان أحدا، اشتفيت. طب لماذا هذا مروان تسكت عنه وتروون عنه الأحاديث وقتل أحد الصحابة العشر المبشرين؟ لعنة الله على مروان وعلى أبيه يا أخي، لعنة الله على مروان وعلى أبي مروان. هذا حيقول لك شفت عدنان هيو بذيء اللسان، مروان هذا ظل عاش ومات وهو يلعن عليا على المنابر ويأمر بلعنه، وهو الذي قتل سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة. لا لا يغضبون لطلحة، ما في مشكلة، ولا للزبير ولا لعلي ولا لفاطمة ولا لعمر حتى وبكر، يغضبون لمعاوية غضبا شديدا. هتقول ليش الكلام، أنت تجازف، أنت مجازف يا عدنان. لا لا لا، أنا أقول لكم والله لا يغضبون حتى لعمر من أجل معاوية. معاوية لا لا، معاوية مقدم في الأخير. وكيف الكذب هذا؟ الكذب في صحيح البخاري حين قال معاوية في المدينة وهو يأخذ البيعة إلى ابن يزيد بالحيلة والخديعة والمكر، وينظر إلى عبد الله بن عمر يقول: ومن كان يرى أنه أحق بهذا الأمر منا فليطلع لنا رأسه أو قال قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. يعرض بمن؟ بعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فابن مسلمة قاعد إلى جنب عبد الله بن عمر قال له أجبه، يعنيك هذا بتحدث عن أبيك؟ يستخف معاوية، يستخف بعمر. والحديث في صحيح البخاري مش في كتاب أدب ومش عارف إيه. قال لك يا عدنان لما تتكلم ما تجيبناش من كتب الأدب، بالله عليكم بالله عليكم جيبوا لي درس واحد أنا استشهدت في بالثعالبي أو بالثعلبي أو بعبد ربه أو بهذا. احنا كل نصوصنا حبيب من كتب الرجال والحديث، هذا في صحيح البخاري. فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي أو حبوتي وهممت أن أقول له أحق به منك ومن أبيك أو منك من قاتلك وأباك على الإسلام. صدقت حالك يا معاوية الحين أنك صرت شيء كبير كذا؟ أنت طول حياتك كنت تحارب أنت وأبوك على الإسلام، وإحنا حاربناكم على الإسلام، ولعلهم دخلوا فيه وهم كارهون. أيها الإخوة، قيس بن سعد بن عبادة قال لهم، قال له: أنت دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا. هنشوف الدرس الجاي ماذا قال الصحابة في معاوية. أبوه الحين ما لناش معاه مشكلة، كلام في معاوية. هنشوف ماذا قال الصحابة في الآثار القوية إن شاء الله في معاوية: لو دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا. قال له: أحق به منك ومن أبيك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تسفك الدم وتفرق الجمع وينقل عني أو يحمل عني غير ما قلت، فذكرت ما أعد الله للصالحين فجلست. ولا في البخاري هذا. لماذا لا يغضبون ولا يثورون حمية لعمر رضي الله عن عمر؟ يستخف به، يتحدث عنه باستخفاف معاوية: منك ومن أبوك. يقول له تخيل، لأن عمر استشهد خلاص، أو معاوية استشهد، عفوا عثمان، عمر من زمان ما شهيد، أنت وأبوك. يقول له معناها أنت عمر مش 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 كبير في قلبك يا معاوية. وين كبير ولا كبير، ما عندوش كبير. حتى الرسول حتشوف الأحاديث الصحيحة يسخر من أوامر الرسول، حينجنوا هم. استنوا بس، انتظروا إن شاء الله، كل شيء بالتخريج والكتب هكذا. يسخر من أوامر الرسول، محمد قال هيك خليه يقول ماشي الحال، ما عنديش مشكلة. هتسمعوا أشياء مخيفة عن معاوية، مخيفة. نعود. المهم، ومما أنزل الله إلى مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها، ومنه ما أنزل الله عن نبيه في سورة القدر: إن أليك خير من ألف شهر من ملك بني أمية. ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه، اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال له ادعو لي معاوية، ادعو لي، روح نادي لي إياه. قال لك يمكن ابن عباس راح تطلع من خزق الباء. ابن عباس هذا غلام لقن فطن زكن، ادعو، فهم يعني، روح طق الباب قل له يا معاوية رسول الله أرسل في أثرك يدعوك. يتمحلون الأعذار أبرد من الثلج والله العظيم، وأسخف من السخف. يمكن راح، يمكن شافه، يمكن شافه من خزق الباب، يمكن رجع، إيه الهبل هذا. وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل المزاج، فراح دعا عليه دعوة اللي هي قال لا أشبع الله بطنه وأصابته. لا، راح ابن عباس وقال له رسول الله يدعوه، قال له أنا بأكل،
فأكون مش فاضي. في صحيح مسلم. عشان هيك النسائي استشهد بسبب هذا الحديث. في رواية قال لهم هل له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه؟ النبي دعا عليه. النبي دعا عليه هذا الرجل. من استجيب لله ورسوله إذا دعاكم لما؟ يحييكم. وأنت تقول بأكل؟ أي بأكل. أي ذكرها المعتضد في كتابه. نعم. دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه. فدافع بأمره واعتل بطعامه. تعلل لأنه قاعد بأكل. ثلاث مرات ما ذكرهاش هذا. ثلاث مرات النبي صار عليه ثلاث مرات. في الثالثة دعا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه فبقي لا يشبع. نعم لم يشبع معاوية لم يشبع طيلة حياته. يأكل في اليوم سبع مرات يعرق يتعب يقول عييته ولم أشبع تعبت خلاص. السيوطي على ما أذكر هذا قرأتها أكثر من 20 سنة أو ربع قرن. السيوطي قال وسمن وتشوه جسمه. جسمه صار شكل قبيح جدا جدا من السمن. وأول من سن الخطبة على المنبر يوم الجمعة إيه؟ أو حتى في الأعياد جارسا يقول السيوطي وتشوه بدنه جسمه تشوه. النبي دعا عليه قال لا أشبع الله بطنه. نكمل إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير.